بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. دايما مشرفني وأنا بسعد بكم دايما على طول. إن شاء الله معنا النهاردة غرفة نوم أطفال أولادي، غرفة نوم ما شاء الله كلاسيك وبسيطة جدا. ده شكل السريرين وكومودينو بينهم، ودي الواحي الملة، وده الشباك السرير الصغير ما شاء الله. اذا حضراتكم شايفين الملة خشب فنلندي درجة أولى. طبعا الغرفة طبعا معمول فيها مكتبين للمذاكرة للأولاد، طبعا الزبون طلب كده، يعني ده المكتبين والكراسي بتاعتهم، وده الدولاب شكله جميل جدا. ده برضه طول مترين. الغرفة دي مدهونة دهان دوكو فرن حراري، طبعا بيبقى صعب خدشه ولمعته عالية جدا زي ما حضراتكم شايفين الشباك ظاهر في الدولاب اهون. كمان بتبقى شكلها كمان الوانها ما بتغيرش، بالذات خصوصا في اللون الابيض ما بيغيرش. وده حضراتكم زي ما انتم شايفين ده الدولاب اهوت، وده من قريب لمع زي ما حضراتكم شايفين اللمع في الشباك، شغل عالي جدا. وده المكتبين، ده الدولاب اهو من بعيد بقى نصوره لحضراتكم من بعيد. كمان في لو ملاحظين الدولاب فيه دوران، يعني جناب الدولاب فيها دوران علشان تدي شكل، دوران بيدي شكل جميل جدا. ده المقابض نيكل طبعا غير قابله للصدى خالص، يعني ولمعتها عاليه برضو ما بتصديش. الاوضه شكلها حلو وجميل. طبعا الناس بتستغل النهارده غرفه الاطفال بتعمل فيها المكاتب. ده المكتب برضو جميل وناخد نفس الشكل. ده كرسي منجد، متنجد منجد تنجيد بلدي برضو عشان يبقى متين وما يريحش. الغرفه ما شاء الله مخدومه كويس، خشب فنلندي وابلكاش سيح 3 مللي، ما فيش فيها اي مشاكل خالص في الخشب ان شاء الله. وسعرها كمان جميل والناس بتبقى يعني مبسوطه قوي بالاسعار. الدولاب جميل قوي يعني. واكتبوا لي في التعليقات كده رايكم وانا ان شاء الله ارد على حضراتكم. والسلام عليكم.